حسن النية. مين كان صاحب فكرة البدلة، بدلة الرأس اللي بعلم مصر؟ بصراحة كنت عايزين نعمل حفلة فري، حفلة من غير تذاكر على البحر، البحر الأحمر، بعد الانتخابات وعيد صغير، وكان مبسوطين جدا. وفكرنا معانا ومدير أعمالي اللي هيعمل في الآخر الحفلة أغنية البشرة خير، وكان مفروض تبي لابسة حاجة اللي هتمشي مع أغنية البشرة خير. فكرنا هنعمل حاجة اللي تبي قريبة من ألوان علم مصر، ويوم اللي كنت لابسة محدش قالت ممنوع، محدش قالت غلط، كله قال واو دي انتي عملتي حاجة اللي ما حصلش وكده، يعني انتي بتحبي مصر وانتي زينا، يعني محدش قالت نص كلمة عشان ما تلبسيش ولا بلاش ولا يعني. واكيد انا مش مهامي ومش اخده معايا مهامي في شغلي عشان تقول هلبس بدلة دي ولا بلاش وكده، يعني ما مش هتمشي بمحابي. بس طبعا يعني دائما في قاعدة، الجهل بالقانون لا يعفي من العقوبة، بس كمان في قاعدة تانية، حسن النية. طبعا جايز انت مش فاهمة الكلام اللي انا بقوله عشان اللغة العربية فصحى، لكن مش مشكلة نعديها عشان المشاهد يبقى معانا في ده، وهنشوف الجانب القانوني. بس انا عايز، قلت كمان ده في النيابة، النيابة سألتك جبتي منين بدلة الرأس؟ اكيد اكيد. انا زي ما دلوقتي بتكلم مع حضرتك فيها شرف عشان انا اقعد مع حضرتك، بس كنت نفس الكلام كنت بقولها في النيابة. في النيابة. والنيابة كمان سألتك عن جبتيها منين وصممتيها ازاي، والحفلة كانت ايه، كل ده اتسألتيه. أكيد. طيب هنا صفنا في النهاية، النيابة بتوجه لك اتهام اللي هي بيقول لك انت متهمة بكذا في نهاية التحقيق. اكيد هم قالوا لي دي غير قانوني. انا قلت لهم طب لما غير قانوني ليه كل البلد بيرقص بيه؟ لا، هو البلد كلها بترقص بالعلم المصري، نرفعه شامخا نبتهج به، لكن لما بيتحول لبدلة رأس فيها إهانة. بصراحة أنا شفتها بدلة رأس كمان قبل كده، عشان كده كنت مش فاكرة دي غلط، وشفتها من رقصات مش معروفين ولا عارفها اسمهم اللي في مكان طرحة بيرقصوا بالعلم مصر وهم داخلين المسرح. طيب وجهولك تهمة إهانة العلم، يعني بصراحة قالك أنت متهمة بإهانة العلم مش المصري. فاهمة الكلمة دي، بس أنا فهمت اللي دي حاجة غلط، وأنا قلت لهم أنا أصلا الحكاية حصلت من 9 شهور، اللي خلوها تفتحوا موضوع بعد 9 شهور بالنسبة لي كانت مفاجأة كبيرة. يعني وقعت الرأس بالعلم من من تسع تسع شهور شهور فهنا، فانت بتقولي يجي لي ضبط واحضار بعد 9 شهور. ليه؟ كان مفروض لما حاجة غلط هتجيلي على طول، مش بعد 9 شهور. طيب يعني طبعا كل الجوانب دي انا بس يعني بنشوف ايه اللي حصل، وبعد كده بالتأكيد ما بين إهانة العلم، وربما دخلوكي بقى في تهمة تانية، إهانة النقاب، يعني كل شوية هتهيني حاجة كده فانت داخلة. فكل ده هنناقشه، لكن عايز أبدأ معاكي هنا. قعدت كام ساعة في النيابة؟ ساعتين، ساعتين ثلاثة كده بالحدود، ساعتين ثلاثة. وطلعوكي بكفالة 20,000 جنيه. أيوة. تم دفع الكفالة ورجعتي لبيتك. أيوة. طيب أنا هنا طبعا عايز أسأل المقدم البلاغ، بس لازم نجيب المحامي بتاعها علشان أستاذ
إيهاب السيد محامي صوفينار. أستاذ إيهاب أهلا بيك. أهلا بحضرتك. ومعايا أيضا الأستاذ حسين